أنا أول أمر بدي أقوله بدي وجه تحية لكل الناخبين بالخارج اللي عم بيمارسوا حقهم بالاقتراع وباختيار ممثلينهم بمجلس النواب، بدي وجه تحية أيضا بعد اللي شفته بباريس بعيني لكل السفراء والأناصر والموظفين المعتمدين بالسفارات بالخارج بالعالم العربي اللي خلصناه أول امبارح، واليوم إن شاء الله بأوروبا وبالعالم وبأفريقيا بتكون عملية ناجحة. واضح إنه كل السفارات كل الأنصليات وكل المراكز شوفوه على التلفزيون عاملين كل احتياطاتهم وكل التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات بشكل نزيه وشفاف وسهل. هلا يمكن بعض السهولة سببها إنه عدد الأصوات بقلم الاقتراع محدود، وبالتالي ما في يعني عجقة وما في وقفة طويلة بالكيو ووقفة طويلة. هيدي بتسهل عمليا انتخاب يعني عملية الانتخاب بحد ذاته. بس بدي ارجعك للمرة الثالثة تحية لكل السفراء والأناصر الموظفين اللي عملوا جهد ممتاز حتى الآن، وإن شاء الله بيستمر كل لحظة لتنتهي عملية الانتخاب بالخارج على كل الجهود اللي عملوه. الأمر الثاني، هذه تجربة أولى من نوعها في لبنان والعالم العربي، مش التصويت بالخارج، المراقبة بهالدقة، وجود الكاميرات، القعد ببيروت كأنه عم بيحضر بأربعين بلد أو بعد العالم العربي بيصيروا 30 شيء 33 بلد عم يحضر بكل مركز اقتراع كيف عم بيتم التصويت. هذا ما بيمنع انه في بعض المشاكل حصلت بمراكز محددة ولكن بشكل محدود جدا، وانا بصراحة يعني فرح وقلبي كبير كمان بسبب تجربة عملناها امبارح مناورة حية لكل اقلام الاقتراع مع شركة عربية هي تولت المكنني ب200 عفوا مش قلم اقتراع بلجان القيد ب200 مركز للجان القيد، وبالمناورة تبين انه في اخطاء بسيطة عالجت فورا. هي اول تجربة بالعالم العربي مش بلبنان، وهيدا نجاح للشركة اعطاهم عقدين لشغلهم ببلدين بلد عربي ودولة آسيوية ليقوموا بنفس العمل تجاه الانتخابات. نشوف قديش هذه التجربة رائدة وحتقدر يعني تنقل كل اللي اشتغلوا فيها خاصة شركات القطاع الخاص لنجاحات ما كان ممكن يحققوها لولا جهد اللبنانيين، جهد الإدارة وجهد الناس اللي اشتغلوا بالخارجية وبالداخلية، وعددهم محدود جدا فما حدا يدعي أبوة هاي الانتخابات غير هول الشباب والستات اللي اشتغلوا، سواء الشباب ما بعرف الرجال يعني والستات اللي اشتغلوا بالداخلية وبالخارجية مع بعض الإداريين وحققوا يعني فعلا تقدم كبير بعملية الأولى من نوعها في لبنان وفي العالم العربي. خليني أحكي لكم عن الثغرات حتى ما تكبر وتصير أسطورة، يعني خلينا نحكيها بدقة ونشوف شو وسيلة معالجتها. الأول، الثغرة الأولى، في 6000 جواز سفر أنجزوا للبنانيين بالخارج بناء على قرار مجلس الوزراء لناخبين بدهم يصوتوا بواسطة جواز السفر، حوالي 6000 يمكن أقل 100 أو 200. في 400 جواز سفر بالشحن ما وصلوا للناخبين. خلينا نكون دقيقين عمليا، بكرة الصبح حنسأل هيئة الاستشارات تشريع والاستشارات إذا كان ممكن بموجب القانون إصدار اجتهاد أو يعني رأي قانوني يبرر أنه يجوا على بيروت هني نفسهم ويصوتوا ببيروت بعد ما نكون يعني إما أضفناهم للوائح الشطب
هال 400 شخص او عملنا لهم لوائح شطب خاصه بالمناطق اللي هن مراكز الاقتراع او الاقضي اللي هن حيصوتوا فيها. اسود وجهها دكتور لينا، بس انه 400 بسيطه. دكتورة لينا هي المسؤولة عن كل لوائح الشطب والمكنة. الخطأ الثاني اللي صار، في صندوقين راحوا لألمانيا، صندوق مكتوب عليه دوسلدورف وصندوق آخر مكتوب عليه بريمن، فتبين أنه تبع بريمن هو لدوسلدورف، تبع دوسلدورف هو لبريمن، عولجت وتبادلوا الصناديق ورجعت الأمور لطبيعتها. في بعض الشكوى او اجت شكوى بتتعلق بانه اسامي، في اسماء منا وارده بلوائح الشطب بمكان اقامه بعض المنتشرين بالخارج بالمانيا تحديدا. تبين بعد التدقيق انه هذه الاسماء مسجله ولكن دون عناوين دقيقه لهؤلاء الاشخاص، فتم وضعهم بلوائح الشطب بمركز اقتراع برلين اللي هو العاصمه، لانه ما كان من ضمن الآلية، ما كان في عنوان دقيق، إما اللي سجلهم أو هني سجلوا حالهم وما انتبهوا أنه يكون عنوان دقيق بالمعنى الانتخابي لتحطهم بالألم بالمدينة اللي هني موجودين فيها. ولكن هاي أمر محدود كتير، يعني بتعلق بعشرات لا بمئات ولا بآلاف، لأنه عمليا في كتير ناس كمان بينسوا أنه هني سجلوا وبكون ما لهم حق ينتخبوا. في ناس بيكون عليها أحكام وبالتالي ما بترد بلوائح الشطب، في ناس تسجلت بدون عناوين، بس هذا أمر محدود جدا، ويعني فينا بعدين نحدد حجمه ومدى تأثيره، وبالتأكيد رح يطلع هذا التأثير أقل بكثير مما الحكي عنه تكبيره بأنه في يعني أصوات بتعمل فرق. الأمر الأخير اللي بدي أطمنكم عليه أنه بأمريكا اللاتينية عيد العمال عندهم بوم، يعني تواصل بين يومين، وبالتالي أخذين فرصة طويلة، ودي اتش ال بهاليومين ما بتشتغل، وصولهم من أمريكا اللاتينية للبنان بيحتاج على الأقل بين الأربعة أيام وخمسة أيام. ساعدت الأمين العام لقى حل هذه المشكلة سريعة مشان ما تثير أي لغط، خاصة أنها توصل قبل يوم الأحد الجاي موعد الانتخابات بكل لبنان، وأبلغ السفراء المعنيين بالدول اللي فيها عطلة بإلزام بالمجيء إلى لبنان مصطحبين معهم صناديق الاقتراع، وهذا الأمر بيتم خلال يومين منه محتاج. حتى بأماكن يعني تأخر فيها التصويت ويعني مرق الوقت اللي بتوصل فيه دي اتش ال، بقيت أقلام الاقتراع والصناديق مسلط عليها الكاميرات كل الوقت قبل لحد ما توصل دي اتش ال وتبدأ بالتوضيب والشحن والختم بالشمع الأحمر. بصراحة مع بقاء المندوبين، مع بقاء المندوبين إذا رغبوا، يعني إذا بحبوا يقعدوا على الساعات يراقبوا كمان ما في مانع، مندوبين اللوائح أو اللي موجودين هوني. أنا اللي بدي أقوله أنه أنا بصراحة عم بحكي عن الأخطاء البسيطة اللي صارت منشان ما تكبر وتصير أنه في قضية كبرى، عم بحكي لكم إياها بدقة كما هي، وأنا متأكد أنه بتجربة أولى من هالنوع بهالتعقيدات وبهالحداثة وبهال أنه ب200 ألم 200 مركز اقتراع ب40 دولة أنه تحصل أخطاء بسيطة بسبب استكر على الصندوق أو بسبب نقص بعدد الأوراق بالرياض، مثل ما صار من أيام، ولأني سبع أوراق يعني منهم لا بيعملوا فرق انتخابي ولا بيعملوا فرق تقني، بس هذا الأمر كله عولج. كان في أوراق ناقصة بكوناكري وأبيجان، وصلت لكوناكري مبارح ولأبيجان وصلت اليوم الصبح وعددها محدود أيضا، وكل العملية تتم
بنجاح باهر. حرام ينقال أقل من أنه هذا نجاح باهر وممتاز. وكل التحضيرات للانتخابات، عم نحكي امبارح عن مراكز أقلام الخيط، هذه العملية الأوبريشن تمت بأربعين يوم فقط وبكلفة محدودة جدا جدا جدا. بأربعين يوم رابط إلكتروني ومكنني لاحتساب النتائج بمئتين مركز للجان القيد الابتدائية والعليا. هذا كله شغل بعض الناس، وهذا شغل قطاع خاص لبناني ناجح، وكل يوم ببرهن أكثر وأكثر بأنه هذا القطاع هو عنوان نجاح للبنان في كل بلد بالعالم وفي لبنان أيضا. زائد أنه الستات أولا بعدين الرجال اللي ساهموا بالخارجية وبالداخلية بإتمام هذه العملية، وإن شاء الله الأحد الجاي تكون الداخلية على أهبة استعداد إنها يعني تقوم بالعملية الانتخابية دون أي خطأ ودون أي تجاوز ودون أي. هاي عملية بصراحة لازم نفتخر فيها، ولازم نفتخر فيها كلبنانيين، مش يفتخر فيها لا وزير الخارجية ولا وزير الداخلية. هيدي نجاح لكل لبنان. إن شاء الله الدورة الجاية منكون أكثر حداثة وأكثر تقنية، ومنضم ما بينقصنا شيء للدول المتقدمة بانتخابات سليمة ونزيهة وشفافة وإلكترونية، وبدون هيدي الغبرة المثارة مرة بسبب ورقة ومرة بسبب كرسي ومرة بسبب ضوء ومرة بسبب، باعتبار انه هذه العملية يشوبها ثغرات. لا، يشوبها بعض الاخطاء البسيطة التي عولجت فورا سواء بالخارج او بالداخل. هلأ الجهد الكبير من بكرة ورايح هو بالداخلية، مثل ما كان الجهد الكبير كل الوقت بين الداخلية والخارجية طوال الشهرين الماضيين. بس اللي بيعمل انتخابات من هالنوع بهذه الطريقة بهذا القانون الجديد خلال شهرين بيكون حقق إنجاز لم يسبق لا للإدارة ولا للقطاع الخاص إنه حققته بأي مجال من المجالات. أنا على الأقل بعرف داخل الدولة والسلطة من 25 سنة من أيام الرئيس الشهيد، وبعرف إنه هاي العملية لا سابقة لها ولا شبيهة لها، ولا حدا بيقدر يدعي انه بيقدر يعملها بشهرين غير الستات والرجال اللي اشتغلوا ليل ونهار ليل ونهار بسبب خطأ بسيط. حقلكن شي ما قالولكن اياه، بقيت الخارجية مضواية وعم تشتغل لتلاتة بعد منتصف الليل اول امس، ومع يعني ست شغيلة كمان من الداخلية شي على التليفون شي اجا لهون لمعالجة مسألة بحجم سبع لوائح مطبوعة سلف. هالقد حجم التعب وحجم الشغل. مع الوزير، هل ستنسحب هذا النجاح في الخارج برأيك على الانتخابات بالستة أيار؟ أكيد نحن حنكون، نحن خلصنا يعني بقدر أقول 96% من الإجراءات اللازمة لنجاح العملية بالداخل. ما عندنا أي تخوف تقني، عم نعمل تجارب حي قبل بأسبوع لكل المسائل التقنية، وعم نشوف كيف عم تشتغل، والشباب اللي دربوا عم يشتغلوا كله، عم ندقق بلوائح الشطب، عم نعالج بعض الشكاوى، عم نعالج بعض أقلام الاقتراع، عم نعالج بعض الثغرة الوحيدة اللي ظهرت خلال الممارسة هي اللي بتتعلق ب ذوي الحاجات الخاصة والمكفوفين، وهي عولجت فورا بأنه الدفاع المدني حيكون عنده عنصرين أو ثلاثة بكل مركز اقتراع، وهني مكلفين رسميا ويسمح لهم بالدخول مع المسن أو صاحب الحاجة الخاصة لألم الاقتراع ليصور ويسهلوا له حركته. أما المكفوفين فلهم الحق باستحاب ناخب من الدائرة نفسها
يدخل معهم وبيساعدوا على اختيار اللائحة اللي بده يصوت لها. هذا الأمر هذا بصراحة أقل الواجب، لسه في كتير إشياء كان لازم تنعمل ما انعملت أنا بعترف، بس على الأقل قدرنا نتجاوز مشكل أساسي مع ناس لهم حق يشاركوا بانتخاب ممثليهم بمجلس النواب، ولهم حق بمزيد ومزيد باعتبار أنه هاي المشاركة هي مزيد من الاندماج بالمجتمع بدل عزلهم بسبب يعني مشكلتهم الصحية. نحكي على دول محددة. أنا كلي أنا بدي أقول من هون سفراء والأناصر والموظفين الإدارة بالخارج مؤتمنين بشغلهم أصلاً على ما هو أهم بكثير من صناديق الاقتراع، وعم بيقوموا بواجبهم بكفي متشغلهم ليل ونهار، وبعدين منشكك فيهم منشان مرشح رغبان بعشر وراء زيادة أو بعشر أصوات زيادة. كل الناخبين بكل العالم 82,000، على شو بدأ كل هال يعني التوجس والتخوف لا لا، هول الناس شرفاء موظفين بالدولة اللبنانية مثلهم مثل أي موظف كان ممكن يروح من هون، عنده نفس المسؤولية نفس الواجب وكان قام فيه. ليه أنا بدي أمن لموظف بالوزارة بلبنان ما أمن لسفير بيمثل دولته بالخارج؟ ما بيصير هذا المنطق. خلاص خلينا نوقف هالقصة. على كل بكرة إن شاء الله بيكون خلصنا من الصناديق ومن الخارج ومن الورق المطبوع سلفان ومن التشكيك سواء بالسفراء أو الأناصر أو الإداريين. ولكن ليه أخرته بإعلان هذا الموضوع؟ يعني أي موضوع؟ بإعلان أنه في وقت محدد بيكون مسجل فيه وبالتالي رح يتأخر نقله. بعتقد هذا مدام مش سؤال، لأنه عم تحكي عن دولتين ثلاثة بأمريكا اللاتينية. إذا قلنا يوم الجمعة أو قلنا يوم الأحد شو بدها تفرق؟ تأخير بشو؟ تأخير كانت ما عندنا طيارات خاصة يا زلمة، نحن معتمدين على الطيران التجاري. وقت بتتوفر الرحلة وبتوفر الوقت بيجوا الصناديق. بعدين هيدي قصة إنه الصناديق يعني ستتعرض إلى خروقات وهجمات بساعة بالسفارة، ساعة الطريق بين السفارة والمطار، ساعة بقلب الطيارة، مش فهمان أنا. ما أصلاً في قيود لما هو داخل الصندوق، صح ولا لا؟ بحضور مندوبين اللوائح وبحضور مندوبين المرشحين. إذا لم تطابق هذه الصناديق القيود بيكون لهم حق يقولوا اللي عم بيقولوا. أما إذا طابقت ما بتفرق 24 ساعة، لأنه القيود وصلت، القيود موجودة، وبالتالي الصندوق اللي فيه 100 صوت قيوده بتقول 99 أو 110 حيبين عبي لجان القيد. ما راح يكون لا شغل الخارجية ولا شغل الداخلية، حيكون شغل القضاة. يا بس سؤال، يعني هذا الموضوع كمان كان موضع سجال داخل مجلس يا ستي. أي موضوع بهذا القانون ده الموضع سجال. هذا القانون من 17/6/2017 بقي موضع سجال ل20/1، 6 أشهر. انتهت النتيجة انه اجت الاعتمادات ب23/1. لعملنا العقود وبلشنا نشتغل كنا صرنا ب23/2. عن شو عم نحكي؟ سجالات هي جزء من الصراع السياسي بالبلد، لا هي جزء من الحقائق ولا جزء من تقدير الجهود اللي نعمل. معالي الوزير، بس سؤال عملي للناخبين. ناخبين وين؟ بالخارج اليوم. نعم. اللي عم بيتواصلوا مع كل الإعلاميين الموجودين معهم ومع البعثات الدبلوماسية اليوم. نعم. يلي ما قدر ينتخب كيف بده ينشرح له إذا في إمكانية تتزبط قصة الباسبورات؟ أولاً عم تحكي على شو؟ على اللي شو؟ على لبنان. طيب لحظة، لا تحكي على اللي ما استلموا جوازات سفرهم تحديدا. نعم، واللي ما لقيوا أسماءهم. اللي ما لقيوا أسماءهم بيكون في سبب لتكون أسماءهم مش موجودة، وبالتالي لا ما بيقدر يرجعوا على لبنان.
بس اصحاب جوازات السفر اللي ما وصلت لهم الجوازات، وهذا تقصير منا، ما فينا نقول انه السفرات بالخارج او عمليا. قلت انا بدات بالكلام انه بدنا نلاقي راي قانوني يسمح لنا بانه يشرفوا على لبنان ويصوتوا. اما اذا ما كان في تغطيه قانونيه، في قانون ساري المفعول، بنكون خسرنا 400 صوت. والمرشح اللي راح يخسرهم هول الناس اللي ما بعرفوا مين هو، اكيد مش شغل له باله، لانه 400 صوت بيمثلوا كل المرشحين، ما بيشغلوا بال حدا. شكرا.